but then I used Fenty concealer. It's one of the best I've tried. صراحة الكفرج حقه رهيب. My خطط it's really 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 good. بس حطيته مرة حلو. هذا بدون فلتر بدون شيء. الكفرج حق الفاونديشن ولا كونسيلر رهيب. فاليوم I want to create a dramatic eye look. يعني حيكون الفوكس مرة على العيون. هستخدم the new snap shadows من فنتي. بلاش الحلو فيهم فكرتهم مرة حلوة. يجي الباليت كده صغير تفتحوه من جوا. It has 6 shades. بعدين الحلو انكم تقدروا تاخذوا الاثنين كده اسمه snap shadows وسناب them في بعض. It's very compact. حلو تنحط في شنطة السفر وجاي كده صغيرة ومن الجهتين في ألوان صراحة. صراحة it's so hard to choose. ما نعرف إيش سوي ألوان. بس I think I'm gonna do this على pink فوشيا كده. طيب أول شيء حسويه I'm gonna use هذا اللون actually from another palette. أفتح شوية this color. استخدمه كلون خالي على الجبن. هذا اللون الفوشيا انا هذا بخليه كذا مره مركز. I'm gonna use my finger. شوف كيف وصل the color it's pigmented. يعني حقيقي اللي تشوفوه هو اللون. شوفوا I'm gonna do more. صراحة it's the first time استخدم لون زي ده. واو. بعدين with the brush حظبط يعني بعدين فهمت أجز على الأخير. لسه ما خلصت. حزود لأن أبغى more visible. Guys هذا اللون يعني with nothing عادي with my finger with the brush. شوفوا كيف it's pigmented رائع. It's from this palette رقم 4. مرة حلو. طبعا عندهم الألوان كلها يعني you can create a subtle look. بس أنا اليوم I want to do a dramatic eye look. طيب بعدين فنتي منزلين أشياء مرة حلوة. هذه البنز طيب في ألوان مرة كثير. أنا I chose this color. أكتب لكم بعدين درجته. جاي كده very creamy مرة حلو. طيب اوكي غيرت اللون اخترت purple one. استخدمه كده. طبعا تقدروا تستخدموه باكثر من طريقة. you can use it as an eyeliner. تستخدموه من فوق. تقدروا تحطوا as a shadow and you smudge it زي ما تحبوا. بس انا قررت كده حامله تحت العين. طيب حطيت دحين شوية هايلايتر. هذا اللون اسمه روبي ريتشز. واو. Okay, so this is the final look. إيش رأيكم؟ صراحة I love it. I'm in love with it. دام كنت أجرب أحط لون كذا it never worked. أول مرة اليوم يزبط معايا لأنه حقيقي the Fenty eyeshadows are so pigmented. مرة حلوين. واو. صراحة I'm in love with the look. It's my first time أني أعمل قد كذا dramatic eye look. بس I love it. بنات لو رفعتوا الشاشة على طول حيدخلكم على موقع سيفورا. تقدروا تطلبوا منهم السناب شادوز. زي ما شفتوا اللون مرة واضح مرة حلو. نفس اللي موجود على البالت نفس اللي متحطوه على عيونكم.
لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.